خلونا نسمع زميلنا محمد باز وتعليقه على المؤتمر الصحفي المستر كول. يعني لو بدأنا بالموضوع اللي هو التسجيل او انهاء الفرص، يعني خلينا نقولها بشكل دي النقطة الوحيدة يعني اللي كانت على بشكل اكبر. يعني طبيعي احنا الاهلي انهى الموسم الماضي ب 75 هدف، اقوى خط هجوم، وده رقم يعني رقم قياسي ورقم كبير جدا للنادي الاهلي. الموسم اللي قبله 63 هدف، برضو كان اقوى خط هجوم. الاهلي بيضيع فرص، الاهلي بيوصل، ولكن احنا بنتكلم على ازاي فعلا نحسن عمليه الفينشنج، ازاي التركيز. النهارده الاهلي سدد 11 تسديده منهم اثنين بس اون تارجت، واحده تسديده واحده بس يا كباتن من خارج منطقه الجزاء. طب احنا فين العامل هو التسديد من خارج منطقه الجزاء؟ دي عوامل بتساعد على عمليه التهديف. احنا صحيح. التهديف مش بس في بعض الحالات برضه الكهرباء يضيع ولا حاجه، لا ده في عوامل ثانيه يستغل. تعال نبص على الفرص، يعني لو هنبدا من اول فرصه حسين الشحات في الدقيقه 24، الكره اتلعبت اختراق في العمق. انا عايز اقف هنا يا كابتن اسامه، احنا عندنا حلول مختلفه. الاختراق من العمق، الكابتن مارسيل كولر الموسم الماضي طور الحته دي في النادي الاهلي. مش شرط ان احنا نلعب كل اللعب على الاطراف، لازم يبقى في تنوع. هنا الكره اتلعبت من قفشه يعني مثاليه، راحت لحسين الشحات، دي فرصه خطيره جدا وضاعت للاسف. يعني كان المفروض تتلعب هنا. بقى نفتقد ليه التركيز يا كابتن محسن؟ التركيز في الانهاء، ولكن بنروح وبنضيع. حسين الشحات انا شايف ان هو تباطؤ وهو راح الكوره. صحيح، لازم ده اللي كنت بقول لك عليه، الديلي في القرار. التباطؤ في اتخاذ القرار، يعني ديت عايزه تك تك على طول. بص الفرصه الثانيه دي، تعال نشوف الفرص النهارده. والفرصه الثانيه كانت عن طريق محمود كهربا. مظبوط، يعني شوف يا كابتن، احنا لو هنا بيرسي تاو عملها بالعرض لمحمود كهربا. تعالى بص، احنا كنا قبل المباراه في الاستوديو قلنا ان البنك الاهلي في حالات الكور العرضيه بالشكل ده يا كابتن اسامه عندهم مشاكل في التمركز. يعني لو الصوره اللي قبلها شفنا دي بدايتها. طيب طلوع بنروح بنوصل، ولكن هنا الدقه يعني ده فرصه بيرسي تاو، ودخل هنا جوه البوكس. هنا واحد اثنين، اكتر من لاعب فاضي، اكتر من امكانيه كان المفروض تتلعب بشكل لعبه كويس. يعني هو بس عمليه التنفيذ، عمليه الانهاء من كهرباء، عمليه الانهاء. نكمل برضو فرص كتير، ده شكل يعني دي برضو نكمل الصور علشان نشوف الهجمه كانت ماشيه ازاي. ده شكل البنك الاهلي عاملين تكتلات طبعا ورا زي ما كنا شايفين، مضايقين المساحات بتاع لعيبه الاهلي. الكثافه الهجوميه كنا نفتقدها، بنحاول الاطراف مفتوحه. يعني خلي بالك هنا، بص الكوره دي والتكتل الدفاعي في العمق. لو انت النهارده عملت الباص بره اللي هيعطيه طلاب في الهجمه اللي فاتت، ضرب كل التكتلات الدفاعيه. انت طبيعي لو انت متكتل قدام ال 18 حلولك على الجناح اطراف وكانت فاضيه. يعني الصوره ارجع بس الصوره اللي قبلها يعني. طيب هي دي. هنا لو بص يحيى عطيه طول، انت خلاص ضربت التكتل الدفاعي اللي في القلب. مظبوط، فانت دلوقتي عندك اكتر من حل، هو لكن احنا عايزين نشتغل على التركيز في دقه البساط علشان نقدر نخترق ونوصل للمرمى. نكمل، ده شكل الدفاعي للبنك الاهلي. زي ما كابتن محسن وكابتن هاني كنا بنقول ان البنك الاهلي عمل التكتلات، عمل 4-4-2، وكنا شفناه من 5-4-1، وكان بيلعب بس على المرتده ان هو يقطع الكره. يعني الكره ديت كان عاملين ضغط علينا، يعني لو هنكمل اتقطعت مننا في نص الملعب، وبدا ان هم يروحوا. لولا ان هم ما كانش عندهم الزياده الهجوميه هي في الصوره دي برضو واضح ان ما فيش، يعني احنا كلنا واقفين والناس ما بتتحركش ما بين الخطوط، اللي هو ما بين الخطوط يعني تمرين. ما بين زوايا التمرين مش واضحه. صحيح. وبالتالي انت بتعمل ايه؟ من اليمين للشمال لحد ما ترجع صريحه، ما فيهاش مفاجاه وما فيهاش الباص الامامي الخطوط اللي يكسر.